ما حكم الذي لم يقدر في التشهد الأول والثاني أن يقول على رجله اليمنى وتحتها اليسرى على سنة حبيبي محمد؟ أولا، ما أجمل كلمة سنة حبيبي محمد. إيه والله، إن محبته أصل الدين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فهو حبيبنا جميعا، نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبته، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا على سنته وأن يميتنا على ملته، وأن يجمع بيننا وبينه يوم القيامة، ألا يفرق بيننا وبينه، كما أن آمنا به ولم نره، اللهم آمين. لكن يا بنيتي أقول لك، إن التكليف مناطه القدرة، لا تكليف مع العجز. إذا عجزت عن 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 أمر فأتوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن شاء الله إن عجزت عن هذا وقدرت على هيئة أخرى قريبة منها، فأرجو أن يكتب الله لك أجر الهيئة التي قصدت إليها، وما حال بينك وبينها إلا العجز. التكليف مناطه القدرة، ولا تكليف مع العجز يا أمة الله.